عايز اعرف منك يا كريم، ازاي ابتديت مشوار التصوير؟ وابتديت برينج كام في التصوير؟ بدأت في مشوار التصوير ده، كنت بصمم بالموبايل في الأول كده، وبعد كده طورت الموهبة وجبت كاميرا، اشتريت كاميرا كانت فرنج 8000 تقريبا. حد ساعدك في البداية؟ لا، ما فيش حد يساعدني، بس أهلي دعموني طبعا. وفي بداية التصوير ده يعني واحد صاحبي كان بيدعمني وكان بيساعدني جامد، اسمه محمود قطب، ده ليه فضل كبير برضو عندي بعد ربنا طبعا. أكيد طبعا.